أهلا بكم سيداتي وسادتي في قناتكم English Language. مرحبا بكم في الدورة الصيفية لتعليم اللغة الإنجليزية للمبتدئين الصغار والكبار. تعليم اللغة الإنجليزية من الصفر فيديوهات رائعة مفيدة وسهلة لمن أراد تعلم اللغة الإنجليزية. هذه هي الوجهة الصائبة. إذن سنبدأ بالفيديوهات السهلة جدا للمبتدئين. أولا سنبدأ بـ The English Alphabet أو الحروف اللغة الإنجليزية. هذا هو أول درس يجب أن نتعلمه وأن ننطق الحروف جيدا لتعلم the accent. كيف يمكننا أن ننطق اللغة الإنجليزية أو حروف اللغة الإنجليزية. هذا هو درسنا لليوم، إذن تابعونا. أولا سنعطي معلومات عامة عن حروف اللغة الإنجليزية. أولا حروف اللغة الإنجليزية هي 26 حرفا، 26 letter. إذن 26 letter، خمسة من الحروف. إذن خمسة من الحروف من حروف اللغة الإنجليزية هي vowels، الحروف المتحركة vowels. vowels في اللغة الإنجليزية سنعدهم: A, E, I, O, U, Y. سنعيد الحروف المتحركة أو the vowels: A, E, I, O, U, and Y. وباقي الحروف هي حروف الكونسوننت، هي 21 حرفا، سنتعلمها جميعا فيما بعد. إذا أولا فقط سنشير إلى ملاحظة: A عندما تكتب في اللغة الإنجليزية بكتابة كبيرة تسمى ب capital letter. وعندما نكتب مثلا A أو أي حرف آخر بكتابة صغيرة يسمى ب lower case. وهناك اسم آخر وهو small letter. lower case أو small letter. الآن سيداتي وسادتي سنبدأ بتعلم الحروف 26. إذن سنبدأ بأول حرف وهو J, K, 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 L, L, M, M, N, 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 O, 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 P, 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 Q, 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 R, R,
R R S S S T T T U U U V V V W X X X Y Y Y Z Z Z للملاحظة في اللهجة البريطانية زي تقرأ زد زد، جميع الحروف هي متشابهة في اللهجتين البريطانية والأمريكية، فقط اختلاف في حرف زي. بالأمريكية تنطق زي زي، والبريطانية ينطقونها بزد زد. إذن سنبدأ من البداية. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y and Z. إذن سيداتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد تعلمتم الحروف باللغة الإنجليزية، فقط امتحان بسيط الآن لاختبار هل تعلمتم أم لا. ما اسم هذا الحرف؟ فكروا، فقط فكروا معي. إنه A A. أحسنتم، A. وهذا فكروا، إنه سل، إنه حرف P P. أحاولوا أن تنطقوا معي، إعادة الحروف معي لكي تنطقوها جيدا. هذا الحرف إنه حرف U U. وهذا S S S. وهذا الحرف إنه W W W. الآن سنبدأ من الأول، وأعيدوا معي القراءة، أعيدوا معي القراءة. A A B B C C D D E E F F G H I J K. L L M N O P P Q R S T U V
W X Y and Z. إذن سيداتي وسادتي لقد وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو، شكرا جزيلا على مشاهدتي، والمرجو الضغط على زر سبسكرايب ولايك إذا أعجبكم الفيديو وزر الجرس ليصلكم كل جديد. شكرا جزيلا لكم مرة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.